المؤسسات أنها فرصة لتطوير القابليات على القيادة على الإدارة، أنك شلون تزج نفسك مثلا رأسا وتصبح في موقع قيادي عالي وكبير من دون تجربة سابقة مجازفة. ولذلك أنت ترى اليوم السياسيين تستطيع أن تقول أنهم 100% فاشلين. ما أدري إذا استقرائي هذا ناقص، ويمكن أن تدلوني على فد واحد من المتصدين في الحكومة تقدر تعتبره ناجح. لو وجد واحد ناجح لكان استطاع أن يغير باتجاه الإيجابي. فهذا الفشل لأنه لم يكونوا أصحاب تجربة سابقة ولم يرتقوا في سلم القيادة وفي سلم الإدارة بشكل صحيح. كلهم ربما وأكثرهم كانوا متشكعين في شوارع الدول الأجنبية، سواء كانت باتجاه الشرق أو باتجاه الغرب، ووجدوا نفسهم فجأة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق أنهم هم قادة العراق وأنهم الذين يمسكون بزمام البلد. لذلك ترهم يتخبطون، كل أوليات ما عندهم وكل تدرج بالقيادة وبالوظيفة ما عندهم، فالنتيجة يحصل هذا الفشل كمسألة طبيعية. بينما لو كان تدرج، شلون تدرج في ثلاث المناصب الإدارية بالدولة؟ أول ما يتعين كموظف، ثم يمكن يصير رئيس قسم، ثم يصير مدير دائرة، ثم مدير عام، ثم يرتقي إلى وزير وهكذا. فتشوف سلم إداري يستطيع بعد كذا من السنين أن يكون مؤهلا وتكتشف قابليته، حتى من يرشح يرشح وفق معايير ووفق تجربة سابقة اطلعنا عليها. هذا لم يحصل في السياسيين المتصدين للحكم، وأنهم كانوا متشكعين في البلدان وجيء بهم، وهذا بلد العراق قودوا.